50 صحافي وصحفية مواطنة بين 13 سنة ونص و 22 عام، 5 نوادي صحافة مواطنة، حلقة أسبوعية وثلاثة روبرتاجات، ناس أخرى، بلايس أخرى، وفازات أخرى، وحكايات تتحكي في 60 ثانية. مرحبا بكم في الأخرين. من زين الليلة يبان صباح وندق على اليوم مشينا للفريب وين لقينا الناس تتشكى من الغلام تاع البش اللي ولا كيفو كيف البوتيكات. لفتي كلها تاع من الفريب، معناها عندنا كاين الفريب. سيدي جا الحاجة كاين ناخذ بها بدينار بالفيز ولات بثلاثة أربعة قطعة ب 6000، يعني أنت باش تاخذها من البوتيك تزيد عليها 2000 وتاخذها من البوتيك حاضرة ماهيش مستعملة. أفرها مخير خاطر نحن المعيشة نتاعنا هذيا، نحن ولادنا قليلة نحبوا نلبسوا الفريبنا. حاجه سيني هذيك وتحبها ماركيات تحبها رخيصه، هي بتبيع ماركة وسيني وش يمشي لك في الموضه شليها سوم غير. فما شكون يحبك ياخذ قطعه وتبدا سيني ويجيك ويقول لك راهي غاليه، اللي نعرفه هو نعرفه هو لباس يعمل دوره ومن بعد يجي ياخذها بنفس السوم. ما نجموش نلبسوا الزواول، فهمتني؟ نجموش حاجه تاع 50 و60 و100 ما نقدروش عليها. انا الفريب اللي كان حل للتوانسة باش يقاوموا غلاء الاسعار هو ولا مشكل بحد ذاته. هذا لاف للابس اي فرحنا كيف صار زمان ونامنا للتركيده. المواطن بصفة عامة والعائلات بصفة خاصة ما عندهاش فضاء وين تنجم تتفرهد فيه أكثر. مانيش باش نحكيو على المنتزه عين السيد اللي طول فيه الحديث، باش نحكيو على الحدائق اللي عملتهم البلدية، الحدائق اللي تصرفت عليهم برشا فلوس لكن للأسف ما استفادش منهم المواطن. السبب هو الإهمال وعدم الصيانة اللي أدى لتخريبهم وتحولهم من فضاء ترفيهي إلى مصب فضلات. الموضوع هذا تحدثنا فيه في فيفري 2012، يعني قرابة 9 سنين التالي، وتوجهنا فيه برسالة للبلدية باش تحاول تصلح الوضع، إلا أنه ساء أكثر وما بقى في الحدائق هذه كان الاسم، وفي عوض باش يستفاد منها المواطن ولت مرتع للخرفان والحشرات والزواحف اللي تشكل تهديد على سلامة المواطنين. والأكثر من هكا غياب المتابعة وعدم الاهتمام بالموضوع خلى مواطن يحل باب في أحد الحدائق هذه. رسالتنا عندها 9 سنين ويبدو أنها لم تصل بعد للمسؤولين، على هذا نعود نذكر المسؤولين بحق المواطن في مناطق خضراء. وكيف الغيب على الأنظار ساكن دي مقلوب الناس يناموا بالفين. فيكمش حد تسأل روحهم اللي هو صغير باش مغروم، كانك تذكر بالغو في الكابس أكيد باش يكون مغروم بالكور فرجة تنبير مش ممارسة ولا فري فاير تصب ديامو هيك عبدا. حكيتني هذه على زوز مختلفين، حسيم وأمين، زوز أصحاب لم من الصغر وفرقتهم الدنيا، أما لمهم نفس الغراء، تعرفوا على بعضهم في الحومة، مرة تكويرة ومرة تبحيرة وحتى القراية زيادة، أما الدنيا فرقتهم، كل واحد مشي في ثنية الدنيا ومشاكلها ما عندك فيها ما تقول. أمين ظروفه العائلية كانت صعبة برشا، أمه اللي متعلق بها برشا تمرض ويدخل في ديبريسيون، وقتها ملقى كان البوكس هو الحاجة الوحيدة اللي يتنفس فيها. خلي عاد ما كحسين لايزي أجبره يقرأ حاجة ما يحبهش، وزيد هو كان ليه في السوسيتي سيفيل أكثر، شوي ملحنة وشوي مرتبط لدين. أمين وحسين القراية اللي لمتهم قبل فرقتهم تو، واحد يعاود في الباك والآخر معاود عامين في الفاكولتي ويستنى في العام الثالث، أما تو عاودوا تقابلوا في ميديا كامب جديدة تي. لمهم الكامب من جديد، أما كالعادة زوز يستنوا في الريزيوتان تاع القراية، واحد يستنى في الريزيوتان الباك والآخر يستنى في الريزيوتان الفاك.